هذه كوخايو أي أسماك زهور الأوروس باللغة الصينية. إنها تسمية جميلة ومعبرة أطلقها المزارعون على تلك النوعية من الأسماك التي تربى في خجول الأوروس خاصة في المناطق الجنوبية بالصين. يصادف النضج الأوروس شهر أكتوبر، وهو أيضا موسم صيد الأسماك كوخايو. تتغذى كوخايو بشكل طبيعي على زهور الأوروس. من جهة أخرى، ثمة فوائد لتربية أسماك في الحقول، إذ تساعد في القضاء على بعض الحشرات والثعالب والديدان الضارة بمحمول الأوروس دون الحاجة إلى استخدام أي مبيد حشري، كما تعمل على زيادة تهوية التربة مما يحسن جودة الأوروس، إضافة إلى استخدام فضلات الأسماك كسماد جيد للتربة.